بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقًا، أي أينا يموت بعدك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدًا، أطولكن يدًا. فأخذوا قصبة أن يعود يذرعونها، يعني يقيسون ينظرون أيهم يدها أطول. فكانت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة. معنى أطولكن يدا أي أكثركن صدقة. وكانت أسرعنا لحوقًا به، أي توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحب الصدقة. ففي هذا فضل الصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل. فأم المؤمنين سودة كانت تحب الصدقة وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا. باب صدقة العلانية، يعني جهرا، وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. فصدقة العلانية إذا سلمت من الرياء فيها فضل، وأما صدقة السر فهي أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ففيه فضل الصدقة جهرا وسرا، وصدقة السر أفضل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. هذا في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله يعني واستمر على ذلك، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل يحافظ على المسجد ولا يفوته صلاة الجماعة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بكى خوفا من الله تعالى. فهؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم الحقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ففيه فضل صدقة السر
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني أخفى الصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل. باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، ما يعرف، أعطاها لسارق، فأصبحوا، أي أصبح الناس يتحدثون: تصدق على سارق، تصدق بعض الناس على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدق، أي أخرى، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية وهو لا يدري، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، لعل صدقتك عليه يجعله يعتبر فيتوب عن السرقة ويتصدق، فهذه الصدقة صارت سبباً لهدايته وتركه للسرقة. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، تتوب إلى الله وتحذر الزنا وتعلم أن الله يرزقها بالحلال، فكانت هذه الصدقة سبباً لهدايتها وتوبتها. وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، الغني لعله يعتبر ويتصدق، فكانت الصدقة هذه سبباً لهدايته. فإذا تصدقت بنية صالحة ما يضيع أجرك عند الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تعرف السارق من الزاني من الغني، أنت تصدقت ابتغاء وجه الله، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الصدقة سبباً للخير وأجرك على الله جل جلاله. باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو الجويرية أن معنى ابن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، أنا ما أردت أن أتصدق عليك، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. فهو تصدق، ولكن الصدقة وصلت إلى ولده، فالولد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، أنت أيها المتصدق لك ما نويت، ولك ما أخذت يا معن. وأخذه الولد، جاز له ذلك لأنها صدقة تطوع، يجوز أن يتصدق صدقة التطوع على ولده. وعلى المسلم أن ينوي نية صالحة ابتغاء وجه الله عز وجل. باب الصدقة
باليمين. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله يعني واستمر على ذلك، ورجل قلبه معلق في المساجد يحافظ على الجمعة والجماعة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كل منهما أحب أخاه لله لأنه مطيع لله لا للدنيا بل لأنه مطيع لله عز وجل. فالحب في الله من الإيمان. إذا رأيت مسلما مستقيما تحبه لله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ترك الزنا وخاف من الخوف من الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخفى الصدقة ابتغاء وجه الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بكى خوفا من الله وتذكر ذنوبه. هؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. يعني يأتي زمان ما يوجد فقير، ما يوجد من يتقبل الصدقة، فعلينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يفوت الأوان. باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. الخادم إذا أمر بالصدقة وأفعل بنية طيبة الله يجعله مشارك في الأجر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا فضل الله. المرأة إذا تصدقت من طعام بيتها، من طعام لا بالأموال، بالطعام، إذا تصدقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة يعني شيئا قليلا لا يضر، كان لها أجرها بما أنفقت، الله أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب لأنه كسب المال، وللخازن الذي أطاع المرأة وتصدق مثل ذلك، أي له أجر لأنه عاونها على الخير، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا فضل الله جل وعلا. فالتعاون على الخير خير. باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني تبقي لنفسك ما تحتاج وتتصدق بما زاد على حاجتك. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة، والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يترف أموال الناس. الذي عليه دين
ليس له أن يتصدق، بل عليه أن يسدد الدين. الدين أحق بالسداد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الذي يأخذ أموال الناس ونيته أن ينكر ويفسد فالله عز وجل يتلفه والعياذ بالله. فإذا أخذت دينا انوي أنك ترد حق الناس فيعينك الله جل وعلا، لا تنوي التضييع فيتلفك الله والعياذ بالله. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. إذا كان يعرف نفسه أنه يصبر فيتصدق وهو فقير، إذا كان يعلم نفسه أنه يصبر فلا بأس، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله معتمدا على الله. وكذلك آثر أي فضل الأنصار رضي الله عنهم المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدق. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع، أي أخرج من مالي، أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي، أي نصيبي الذي بخيبر. فالمسلم يبقي لنفسه ما يحتاج ويتصدق بما زاد عن حاجته. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني تبقي لنفسك ما تحتاج ثم تتصدق بشيء من مالك. وابدأ بمن تعول، ابدأ بنفقة الأهل والأولاد والأقارب فهم أحق من غيرهم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني يد المتصدق أفضل من يد الآخذ. وابدأ بمن تعول، ابدأ بأولادك وأهلك وأقاربك. وخير الصدقة عن ظهر غنى، يعني أن تبقي لنفسك ما تحتاج وتتصدق. ومن يستعفف يعفه الله، الذي يستعفف ولا يسأل الله يعفه، ومن يستغني يغنه الله عز وجل. وعن وهيب قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، حا يريد البخاري أن يروي عن شيخ آخر رحمه الله. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا يد المتصدق خير من اليد السفلى الآخذ. فاليد العليا هي المنفقة المتصدقة، والسفلى هي السائلة، ففيه فضل الصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل. باب المنان بما أعطى، الذي يتصدق ثم يؤذي ذلك المسكين: أنا أعطيتك، أنا أحسنت إليك، هذا يبطل ثوابه. الذي يتصدق ويمن يبطل ثواب الصدق.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى، أي لا يمن ولا يؤذي، يعطي المسكين شيء ثم يقول أنا أعطيتك، هذا من؟ هذا يبطل ثواب الصدقة، أو يؤذيه بعدما يتصدق عليه يؤذيه فتبطل صدقته. فإذا تصدقت ابتغي وجه الله، لا تمن ولا تؤذي. قال الحافظ رحمه الله: وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة، نعوذ بالله، ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منَّ به. فالمنان الذي يتصدق ثم يمن على المسكين لا يكلمه الله يوم القيامة لعظم جرمه. فإذا تصدقت لا تمن على من تصدقت عليه. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمت. صلى الله عليه وسلم كان عنده قطعة من ذهب لاصق بها التراب، فلما صلى تذكر فذهب وتصدق به، لم يؤخر توزيع الصدقة. فهكذا ينبغي للمسلم إذا كان عنده صدقة أن لا يؤخر، بل يستعجل بفعل الخير. باب التحريض أي الترغيب على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين صلاة العيد لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص، يعني ما كانت ما كان في صدرها من الحلي أو في أذنها، جعلت تتصدق بحليها. فالمرأة تتصدق بمالها ولو بدون إذن، لأن لها أن تتصرف في مالها، والصدقة يكفر الله بها الذنوب. اتقوا النار ولو بشق تمر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. إذا جاء رجل يسأل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اشفعوا له، أي انظروا ماذا يريد، بلغوه، بلغوني، تكونوا أعوان على الخير. فإذا رأيت محتاجًا تشفع له عند الأغنياء أن يتصدقوا، فيأجرك الله على شفاعتك في الخير. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت:
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، أي لا تدخري المال فيوكى عليك، إذا أنفقت ربنا يخلف عليك، لا تربطي المال وتدخريه فيوكى عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبده وقال: لا تحصي فيحصي الله عليك، أي لا تحصي المال فيحصي الله عليك. فهذا حث على الإنفاق في وجوه الخير. باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تجمعي المال وتوعيه، ارضخي ما استطعت، أي أنفقي ما استطعت. باب الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه. حذيفة رضي الله عنه قال: أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، أنت جريء عندما قلت أنا أحفظه، فكيف قال؟ قال: قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، يعني ما يحصل من الرجل من خطأ مع الأهل والأولاد والجيران إذا صلى وتصدق الله يكفر عنه ذلك، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأعمال الصالحة يكفر الله بها الذنوب، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ونحذر المعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف كل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر كل ما يكرهه الله ويأباه. قال عمر: ليس هذه أريد، أنا لا أسأل عن هذا، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، يعني الفتن الكبار. قال: قلت: ليس عليك بها، ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، أي لا تخف من الفتن الكبار، بينك وبينها باب مغلق، بينك وبين الفتن الكبار باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل. قال: فهبنا، أي خفنا أن نسأله، أي نسأل حذيفة رضي الله عنه: من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله. قال: فسأله، فقال عمر رضي الله عنه: الباب الذي بين الفتن وبين الناس عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة، كما أن دون غد ليلة، يعني يعرف تماما، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. ولما طعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر انفتح باب الفتن: اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. كان مشركاً وتصدق ثم هداه الله فأسلم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها، أي أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ يعني كنت أعملها في زمن الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. الكافر إذا كان يعمل خير ثم أسلم، الله تعالى يثيبه على أعماله التي كان يعملها من الخير إذا أسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال المازري رحمه الله: ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له، والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. الكافر إذا كان يعمل أعمال صالحة ثم أسلم، الله تعالى يثيبه على الأعمال الصالحة التي كان يعملها إذا أسلم. هذا من فضل الله جل جلاله. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لأنه أعانها على الصدق، فالتعاون على الخير يثيب الله عليه. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيباً به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الخازن الذي بيده مخزن، إذا أمره صاحب المخزن أن يعطي فلان كذا وكذا فأعطاه بطيب نفس، الله يثيب هذا الخازن لأنه أعان على الخير. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، يعني شيء قليل. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، يعني شيء لا يضر، لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب أي الزوج، ولها بما أنفقت، فالتعاون على الخير مطلوب. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يعني شيء قليل، فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
اللهم يسر لنا اليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطِ منفقًا، اللهم أعطِ منفق مالٍ خلفًا، الذي ينفق في وجوه الخير الله يخلف عليه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان عليهما السلام ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، الذي ينفق في وجوه الخير الله يخلف عليه، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا، الذي يبخل يتلف ماله. باب مثل المتصدق والبخيل. حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا ابن الطاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل الذي يبخل ولا ينفق، والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما من صدرهما إلى تراقيهما، والتراقي هي العظام التي في النحر. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، أي توسعت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني تتسع ويستريح. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت، أي لصقت كل حلقة من مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. فالمنفق كلما أنفق استراح، والبخيل كلما بخل ضاق أمره. تابعه الحسن ابن مسلم عن طاووس في الجبتين. وقال حنظلة عن طاووس: جنتان، أي قميصان. وقال حنظلة عن طاووس: جنتان. وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان، يعني جبتان وجنتان، يعني قميصان. فالمنفق كلما أنفق اتسع القميص واستراح، والبخيل كلما أمسك ضاق عليه قميصه وتعب وتضرر. باب صدقة الكسب والتجارة. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله: إن الله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد، أي ما وجد شيء. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يعني يعمل أعمال ويصنع أشياء. قالوا: فإن لم يجد، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين من كان محتاجًا ولا يحسن. قالوا: فإن لم يجد، قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدق. يمسك عن الشر لا يؤذي أحد، فإنها له صدق.
فينبغي للمسلم أن يتصدق بقدر ما رزقه الله. قال الحافظ: الملهوف أي المستغيث، الإنسان الذي يستغيث، يريد شيئا ولا يقدر ويستغيث بإخوانه. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، أي قدر كم يعطى المسكين من الزكاة والصدقة. ومن أعطى شاةً، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية رضي الله عنها بشاةٍ، أي تصدق عليها بشاةٍ، فأرسلت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة رضي الله عنها من تلك الشاة، فقال: هاتِ، قد بلغت محلها، هي صدقة عليها وهي هدية لنا، هي أهدت لنا. باب زكاة الورق أي الفضة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. بين النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الإبل ونصاب الفضة ونصاب الحبوب والثمار. إذا كان عندك من الإبل 5 فحال الحول عليك شاة، زكاة 5 من الإبل شاة. وإذا كان عندك فضة 5 أواق، الوقية 40 درهما، 5 أواق ب100 درهم، فإذا كان عندك من الفضة قدر 200 درهم وجبت عليك الزكاة، وزكاة الفضة 1/4 في 100 ريالين ونصف. ونصاب الحبوب، إذا كان عندك في المزرعة 5 أوسق من البر أو الشعير أو التمر، 5 أوسق، الوسق الواحد 60 صاعا، 5 أوسق 300 صاع، فإذا كانت المزرعة فيها 300 صاع وهي تسقى بماء الأمطار والأنهار فعليك 30 صاع العشر. إذا كانت تسقى بماء الأمطار والأنهار عليك العشر، 300 تخرج 30. وإذا كان يسقى بالسواني والنضح والمكائن تخرج 15 صاعا، نصف العشر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو، سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس رحمه الله: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن لما أخذ منهم الزكاة: ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم. إذا كان عندكم حب ووجبت عليكم الزكاة، اعطوني بقيمتها من الثياب. ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد احتبس، أي أوقف أذراعه واعتده في سبيل الله، فلما أوقف هذه لا زكاة عليه لأنه أوقف ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة
تلقي خرصها الذي في أذنها وسخابها الذي في عنقها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض، يعني عنده إبل ووجب عليه بنت مخاض وهي التي لها من العمر سنة من الإبل، ليست عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون يعني أكبر بسنة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما مكان زيادة سنة في بنت نبول أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. إذا كان ذكر عمره 2 ما يزيد شيء، أما إذا كان بنت لبون فيدفع 2. حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة أي صلاة العيد، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال رضي الله عنه ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه يعني الخرص وإلى حلقه القلادة، يتصدقن بما بحليهن، فالمرأة تتصدق بمالها الذي تملكه. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. إذا كان عندك 40 شاة وجارك عنده 40 شاة وكلها مجتمعة طوال العام، فإذا جاء وقت الزكاة لا يجوز أن تفرق، المجموع مجتمع كما هو 40 و40 80 تخرج شاة واحدة، من 40 إلى 120 شاة زكاتها شاة واحدة، ولكن هذا مجتمع 40 و40 فلا يفرق بل يخرج ما وجب وهم فيما بينهما يصطلحان، ولا يفرق بين مجتمع، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، يعني يكون كما هو فيعطى الزكاة ثم الخليطين يصطلحا فيما بينهما. باب ما كان من خليطين أي رجلان أموالهم مختلطة، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء رحمهم الله: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة، عن نصاب الغنم 40، إذا بلغت 40 وحال الحول وجبت الزكاة، إلى 120 من الغنم من 40 إلى 120 شاة واحدة، فإذا زادت على 120 واحدة فشاتان. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب زكاة الإبل، ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيًا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، الانتقال من بلد إلى بلد، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها أي زكاتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك أي لن ينقصك من عملك شيئا. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليست عنده جذع وعنده حقة، يعني أصغر بسنة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين لأن نقص سنة، إن استيسرتا له أو 20 درهما لأنها نقصت سنة، الحقة 4 سنين والجذع 5. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذع أكبر بسنة فإنها تقبل منه الجذع ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة لأنها أكبر بسنة. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، يعني أصغر بسنة، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي 2 شاة أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، يعني أكبر بسنة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، يعني أنقص بسنة، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو 2 شاة. باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن أنس أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها عن زائد فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، 5 من الإبل شاة، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه. فإذا بلغت 25 يا بنت مخاض، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، اللي هي الصغيرة التي عمرها سنة، من 25 إلى 35 من الإبل زكاتها بنت مخاض صغيرة عمرها سنة من الإبل. فإذا بلغت 36 إلى 45 أنثى ففيها بنت لبون أنثى عمرها سنتان. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل عمرها 3 سنين. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع عمرها 5. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، 2 بنات لبون. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقة الجمل.
فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها التي ترعى في أرض الله إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة أي الفضة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نصاب الفضة 200 درهم، فإذا كانت أقل من 200 درهم فلا زكاة فيها إلا أن يتطوع. باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. الهرمة الكبيرة ولا ذات عوار ولا تيس إلا إذا كان المصدق يحتاج إلى تيس. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال الحافظ: قوله ذات عوار أي معيبة أي ذات عيب، وقيل بالفتح العيب وبالضم العور. باب أخذ العناق في الصدقة. قال الحافظ: لهذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة، لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك. الساعي أي الذي يقبض الزكاة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقًا الصغير من الغنم كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. منع قومنا الزكاة فقاتلهم أبو بكر حتى يؤدوا الزكاة رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال أي لمن منع الزكاة، فعرفت أنه الحق. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة أي لا يؤخذ من المال الجيد. إذا أرسل الذي يقبل الصدقة لا يأخذ من المال الجيد بل من الوسط. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، التوحيد قبل كل شيء. فإذا عرفوا الله أي قالوا لا إله إلا الله ووحدوا الله وكفروا بالطواغيت، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاةً من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى أي احذر كرائم أموال الناس، أي لا تأخذ من الجيد بل من الوسط، لا جيد ولا رديء، وسط. باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة
أي أقل من خمس من الإبل ليس فيها زكاة إلا أن يتطوع. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. نصاب الحبوب خمسة أوسق، فإذا كان أقل من خمسة أوسق ليس فيها زكاة إلا أن يتطوع. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، هذا نصاب الفضة 200 درهم، إذا كان أقل من 200 درهم لا صدقة لا زكاة إلا أن يتطوع. وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، إذا كان أقل من خمس ليس فيها زكاة إلا أن يتطوع. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، يعني الذين يأخذون من الغنيمة قبل القسمة يأتي به وهو يحمله يوم القيامة عقوبة ويقال جؤار.